العذراء مريم واجهت تحديات كتيرة في حياتها، خطط بديلة ورا خطط بديلة ورا خطط بديلة بتخترق الأحلام الأصلية والأمنيات الأصلية. لكن كان في حاجة معزية جدا في حياتها، بالرغم إنها كانت بتقعد في البيت وحيدة مفتقدة ليسوع، لكن كان مصبرها إنه على الأقل يسوع كان حواليه دايرة أصحاب أوفياء مخلصين في ظهره معاه في أي حاجة، مش بيسيبوه لحظة. كانت عارفة إنه في الأوقات اللي مش بتقدر تكون فيها معاه هم موجودين معاه، كانت تقدر تطمن عليه منهم لما هو كان يروح لوحده ويختلي، وهم كانوا يروحوا لأهاليهم كانوا يعدوا عليها ويطمنوها عليه، لغاية ما جه اليوم اللي عرفت فيه إنه تم القبض على يسوع. سألت واحتارت واستغربت، يا ترى مين اللي عملها المرة دي؟ الفارسيين ولا الكتبة ولا الصدقيين ولا الكهنة ولا الرومان؟ مين اللي عملها؟ مين اللي سلم ابني للقبض؟ يا ترى نهايته هتبقى إيه؟ هيقعد كام يوم في السجن زي ما يوحنا المعمدان قعد، ولا هيستجوبوه ويخرجوه على طول؟ سيف يجوز في نفس مريم، لكن عمرها ما تخيلت إن السيف الحقيقي لسه جاي لما التلاميذ يدخلوا عليها وعيونهم في الأرض ويقولوا لها تأكدنا من الخبر. كان يهوذا. يهوذا؟ أنتوا متأكدين أنه كان يهوذا؟ يهوذا اللي أكل معانا عيش وملح؟ يهوذا اللي كنت بصلي له زي ما بصلي لكل التلاميذ، زي ما بصلي لابني؟ يهوذا اللي لما كنت بسافر معاهم كنت بساعده ينصب خيمته ويفكها لما نتنقل؟ يهوذا اللي أكلته من إيدي؟ يهوذا؟ أنتوا متأكدين أنه كان يهوذا؟ مش يمكن ملبسينه التهمة عشان يشيله من على حد تاني؟ ولا يمكن مريم كانت حاسة إنه هيبقى يهوذا؟ عارفين زي ما الأمهات بتحس بالخطر من أصحاب معينة لولادهم، زي الأمهات لما بيحسوا إنه الولد ده مش مظبوط، البنت دي مش تمام، ما تقضوش وقت كتير معاهم، ما تحكولهمش سركم. هل قلب الأم عند مريم كان حاسس بحاجة من ناحية يهوذا؟ هل قالت حاجة ليسوع؟ هل كان المفروض تقول حاجة؟ هل شعرت بذنب إنها ما حستش بحاجة وكان المفروض تحس؟ مش هي الأم اللي كانت المفروض تحمي ابنها من الأخطار اللي حواليه، من الأشرار اللي حواليه؟ هل مريم حست بندم؟ هل مريم حست بالذنب إنها ما لقطتش الإشارات؟ هل مريم حست بندم إنها لقطت الإشارات بس ما قالتش حاجة؟ هل مريم حست بغضب إنها لقطت الإشارات وقالت ليسوع لكن هو كمل معاه وسط دايرة تلاميذه عادي؟ معرفش، بس اللي أعرفه إنه لما تأكد خبر الخيانة سيف جاز في نفس مريم، زي ما سيف بيجوز في نفسنا لما بنتغدر من أقرب الناس، لما الخبطة بتيجي من جوه مش من بره، لما الخيانة بتيجي من الحبيب مش من الغريب، سيف بيجوز في نفسنا. مريم تخضع للسيف، ومريم تتفكر بكل هذه الأمور في قلبها وترفع قلبها ليه وتقول له ابنك، ابنك قبل ما يكون ابني استودعته في ايدي واستأمنتني على حياته، بس الكلمة الأخيرة ليك، حتى لو الكلمة الأخيرة خطة خيانة بديلة لوفاء دايرة الأصدقاء.